كم. نتمنى أنه في كل مناسبة خاصة مع حلول سنة جديدة تفكروا هاد الناس، نتمنى أنه تفكروا أبنائهم لكم، تشوفوا فيهم حفيانين ما عندهمش وش يلبسوا. نتمنى كذلك أنكم تدعوا لهم بالخير، أن ربي يفرج عليهم. وش نقول لك اختي الكريمة، أنا نقول لك يعطيك الصحة، لأنه ديجا حنا جينا نحتفلوا معاك بالسنة الجديدة، تفضلنا خليوا ديورنا وعائلاتنا ونجيو معاكم انتوما هنا بنسرور، فقط باش نقول لكم بلي انه احنا ولادكم وخاوتكم في كتافكم، وان شاء الله من خلال برنامجنا يلحق صوتكم ان شاء الله. ان شاء الله. قولي لنا اختي. ان شاء الله ان شاء الله عندها ورقه، المهم تندير قال دويره لوليداتي ان شاء الله. هذا مكان ان شاء الله، المهم كان ما نقدرش نقعدوا فيه، ما نقدرش والله ما نقدر نقعد، بيت محشوره لي انا، بيت في سبع رقيب، بيت كل في الدار دي، هذه ما نقدرش نقعدوا فيها، ما نقدرش والله ما نقدر نقعد، بيت محشوره لي انا، بيت في سبع رقيب، بيت كل في الدار دي. عندك خمس اولاد؟ عندي خمسه، عندي ثلاث بنات وزوج صغارين. قولي اختي، انا قلت لهم اذا راني غلطه صحي لي، قلت لهم بلي شهر وانت تنسجي. شهر كامل ما ننسجش، وماشي ديالك، ماشي ديالك، مش تاعي، جبتها مع الناس، ناقله حالهم ويدوه. هذا ما كان، هذا كان شدها 200,000، ونظل نعافر الخشبه ونعدلها، وكون ما نعدلهاش ما تعدلليش. ما تعدلليش؟ وصدقوني حنا انا شويه هكا من الوقت قضيت معها باش نسجو. شوفوا لازم لها الدقه، لازم هي النظر، لازم عينيكم يكونوا الله يبارك صحاح باش تشوفوا، لازم يكون ما نعدلهاش، ما يقبلهاليش مولاه. يلزمني نعدل، يلزمني نعدلها، لازم تكون معايا، لازم نعدلها ولازم نحمي هذا، نقيه بهذا فرده، بالفرده هذه نحكوها بها، هكذا هكذا نسجو بها، سجي بها، كي نعود نحكوها كنا نحس كتافي تنحو وانا نعثر. راني نقول لكم كيما راكم تشوفوا هذه الحضبه، هذه الحضبه لازم تفرق ما بين جهتين هكذا، لازم يكون اسباس هنا، وعلى بالكم الخيوط راكم تشوفوا معنا مع الزملاء المصورين مع ليلى، راكم تشوفوا خيوط رفيعه جدا، دقيقه بزاف هذه الخيوط، لازم هذه الام تحسب لها مليح وتدخل يدها مليح وتجوز هذا الصوف هكذا. ايماجينيو طوندون شهر كامل وهي تنسج، وانا ما امنش كي قالت لي ندير 200,000. خدم لهم يدو، هذا مكا على جال وليداتي باه نجيب لهم، نجيب مشبار الحليب ولا باقيط الخبز ولا نجيب انا بطاطا ولي، ما عندوش راجل نهار يخدم نهار قاع. هذا مكا راجلها يخدم نهار وعشرة، هذا مكان هذا مكان. وقلت لكم انه الام هذه مريضه، نتمنى لها الشفاء العاجل يا رب ان شاء الله، حتى الدواء